عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، ما تنسيش اشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، وتفعلي زر الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا بنزله في القناه بتاعتي. وفيديو النهارده حلو جدا وهيعجبك. وما تنسيش لو انت عايزه اي فيديو عن اي حاجه تكتب لي تحت في الكومنتات وانا هعمله لكم على طول. فيديو النهارده هو ريفيو عن ارخص اي كريم في شركة اورفلام او كتالوج اورفلام عموما. في اي كريمز كتير جدا في الكتالوج بس كلهم غاليين قوي. في بنات كتير جدا بتحوش عشان تجيب اي كريم او مسترايزر او كلينسر او اي حاجة. فالنهاردة في قناتي عموما، يعني انا من اليوم لا يوجد غلاء، احاول اجيب لكم المنتجات الرخيصة واعمل لكم عنها ريفيو واقول لكم الحاجة دي هتناسب مين وفي سن ايه وانهو بشرة. يلا بينا نبدأ. اعملي لايك وكومنت حلو برأيك وقولولي ايه رأيك في التسريحة دي عليا. واستنوا فيديو جديد عن تسريحات كتيرة جديدة ممكن تعمليها في البيت او تنزلي بها الجامعة او ده شكل الباكج بتاعت الاي كريم من اورفلام. هو لونه بنات لبني فاتح كده، اللي هو البيبي بلو صح. وكمان الباكج بتاعته كيوت بصراحه، انا بقدر الباكج كيوت. ده رقم واحد. تاني حاجه اسمه لاف ناتشر، ده من لاين من اورفلام اسمه لاف ناتشر. لاف ناتشر اللاين ده حلو قوي، جربت منه حاجات كتيره جدا وكلمتكم عنها قبل كده. هو بقى المكونات بتاعته ايه؟ اورجانيك الوفيرا وكوكونات ووتر، هو بالجل الصبار الطبيعي، وكمان ميه جوز الهند. طبعا احنا عارفين جوز الهند حلو جدا في الترطيب، وجل الصبار الطب في الترطيب بالنسبه للبشره الدهنيه. فاحنا كده من كل ده جالنا تلمحات ان الاي كريم ده او الاي جل ده بتاع البشره الدهنيه، بس هذا لا يمنع ان هو يستخدم للبشره المختلطه، بس ما ينفعش البشره الجافه. يبقى احنا كده قلنا اول حاجه ان هو من مكوناته عرفنا اصلا ان هو للبشره الدهنيه، تمام. حجمه قد ايه؟ حجمه 15 ملي. 15 ملي واحده هتقولي 15 ملي ده صغير جدا، لا 15 ملي ده كبير جدا بالنسبه للاي كريم، لان انت مش بتحتاجي غير تنتوفه صغيره بس تستخدميها لتحت عينك، تمام. نيجي بقى على قوامه، وقوامه ده مهم جدا. لو انت بشرتك جافه وتحت عينك جاف جدا، القوام اللي انت بتحتاجيه للاي كريم بتاعك لازم يبقى كريمي، يعني لونه ابيض زي اي كريم مرطب كريمي. انما بشره دهنيه بتحتاجي حاجه جل زي ده بالظبط. بصوا اهو اهو اهو، مش شايفين؟ طبعا اهو باين كده، ده القوام بتاعه جل اهو، والجل بتاعه امتصاصه متوسط، مش سريع ولا بطيء، امتصاصه متوسط. هيكون مناسب جدا تحت الميك اب، لو انت مستعجله ونازله عايز تعملي الروتين بتاعك، فبرضه امتصاصه متوسط حلو. فطبعا طالما المكونات والقوام كمان جل، يبقى احنا كده متفقين لحد دلوقتي ان هو للبشره الدهنيه الى المختلطه المايله للدهنيه. الحجم بتاعه مناسب، القوام بتاعه متوسط الامتصاص، المكونات بتاعته حلوه وهتغذي تحت العين. تعالوا نتكلم بقى عن الافكت بتاعه وطريقه الاستخدام، مع ان انا حاطه تحت عيني بس هرطب تاني قدامكم كزياده ترطيب وتفاصيل. يعني اول حاجه نتكلم عن طريقه الاستخدام بتاعته. احنا هناخد كده، بصوا بنات بالصوبع ده، لان ده ارق صوبع تحت العين، وبنمشي بالطبطبه كده، بناخد من جوه لبره، تمام. العين التانية نفس الموضوع، بناخد من جوه لبره. بصوا عارفين اللي هو ايه، براها خالص، لان تحت العين ده مكان حساس قوي، اي لمسه فيه او اي خبطه او اي تعويره او كده خلاص تحت العين ده بتصلحش غير بفيلر او بوتوكس، تكون عارفين. والخطوط اوريدي اللي ظهرت لك مش هتتصلح غير بفيلر وبوتوكس، مفيش اي كريم عين هيصلح. تعالوا الافكت بتاعه بيعالج الهالات؟ لا،
بيعالج الخطوط التعبيريه؟ لا. بيشد تحت العين؟ لا. بصوا الهالات دي مش بتتعالج غير بالنوم الصحيح وشرب المية كتير والاكل الصحي وترطيب عميق جدا تحت العين، وتعالج الانيميا لو عندك انيميا، لو وراثة تشوفي بقى الدنيا بتاعتك. الخطوط التعبيرية مش بتتعالج غير بالفيلر او البوتوكس، يعني كريم العين مش هيتدخل في الموضوع ده خالص. انه يشد منطقة تحت العين مفيش اي حاجة برضه هتشدلك غير البوتوكس او الخيوط بتاعت الشد دي بتاعت اليومين دول اللي هم بيشدوا بشرتهم بالخيوط او العمليات التجميلية عموما. امال ايه وظيفة كريم العين؟ كريم العين بيدينا ترطيب زيادة بحيث ان بشرتنا ما تكونش تجاعيد او ما تخليش التجاعيد اللي اوريدي موجودة عميقة اكتر من كده وتبان بصورة اوضح. فلازم نرطب تحت عينينا بصورة يومية مرتين في اليوم او مرة في اليوم، تمام؟ الاي كريم ده ايه الافكت اللي عمله معايا او ايه تجربتي معاه؟ انا جالي في وقت كنت عمالة لخبط في كريمات عيون كتير، وده يقول على كريم عين اروح اجيبه ويحسس لي تحت العين، وده يقول على كريم عين اروح اجيبه ويحسس لي تحت العين. بصراحة هو مش بيحرق تحت العين، مش بيحسس تحت العين، حتى لو دخل جوه العين عادي مش بيعمل اي حاجة، مفيهوش ريحة ان هو يحسس لك تحت العين. يعني ده مناسب جدا للناس اللي عندها حساسية من الروائح لانه مفيهوش اي ريحة، ولا في ريحة ولا في اي حاجة، عادي مش هيحسس منطقة تحت العين. كترطيب لمنطقة تحت العين ترطيبه متوسط، يعني انا كبشرة دهنية ميلة للجفاف في الشتاء محتاجة حاجة اقوى منه، كان لازم اجيب حاجة اقوى منه، تمام؟ يعني لانه ترطيبه متوسط وتحت عيني ستيل بيفضل جاف شوية، حروب شوية مش كتير. طيب ايه تاني عمله؟ يعني مش بيلزق تحت العين، يعني لو احط ميك اب او اي حاجة ونزلة مش هيلزق لي منطقة تحت العين. فاللي خدته منه انه هو ما حسس ليش منطقة تحت العين، رطب لي تحت العين ترطيب متوسط، وكمان سريع الامتصاص، يعني امتصاصه متوسط فمش بيلزق لي تحت العين خالص. يعني عادي ممكن ابني عليه كونسيلر او اي ميك اب انا حباه، او فونديشن او اي حاجه انا حباه انا يعني ابني عليها. طيب سعره كان كام؟ سعره بصراحه مناسب للي هو بيعمله، سعره كان 50 جنيه بعد الخصم، قبل الخصم مش عارفه تقريبا ب 120 او ب 100 جنيه، مش عارفه بقى اللي معاهم الكتالوج هما اللي يعرفوا. طيب هتدي كام في المية؟ ده ممكن انا قلت قبل كده تقريبا هتدي كام في المية مش فاكرة، بس كتجديد يعني بعد الفيديو اللي انا نزلته قبل كده هو ممكن ياخد معايا في الفترة دي 7 من 10 او 6 من 10. اللي شاف الفيديو بتاع 3 منتجات من اورفلايم يقول لي انا كنت اعطيه كم من 10، يعني الموضوع اتجدد معايا فكده اديته انا يا 6 يا 7 لاني ما خدتش منه استفادة. ف ده هيناسب البنات اللي بشرتها دهنية، هيناسب البنات اللي مش محتاجة ترطيب قوي تحت العين، هيناسب البنات اللي سنها صغير اللي هي مثلا من 13 سنة عادي تقدر تستخدميه لحد ما تكبري، يعني عادي لحد ما تحتاجي ترطيب أعمق، تمام؟ بس كده حلوين، دي كانت تجربتي مع أرخص كريم في أورفلام، واتمنى يكون الريفيو بتاعي عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب لو مش مشتركه في القناه.